فانتفت الأعرابي إلى النبي فقال له أتنذر بي يا أخ العرب والله لولا صبحت وجهي وبحات العتق لشكوتك إلى حبيبي محمدا. فقال له النبي أولا تعرف نبيك يا أخ العرب قال والله آمنت به ولم أرى ودخلت مكة ولم ألقى قال له النبي أنا نبيك يا أخ العرب فانكب الأعرابي على يد النبي يقبلها ويقول فداك أبي وأمي يا حبيب الله. فنزل جبريل الأمين على النبي فقال له يا حبيب الله الله يقرئك السلام ويقول لك كل هذا الأعراب أيظن إن قال يا كريم أننا لا نحاسبه فقال الأعراب والله يا نور العين يا جد الحسنين لو حاسبني ربي لأحاسبنه قال له النبي وكيف تحاسب ربك يا أخ العرب قال لئن حاسبني على ذنبي حاسبته على مغفرته وإن يا حبيب الله